أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه الأسئلة متعلقة بزكاة الفطر. يقول هذا السائل: نحن نعطي الأموال للجهات الخيرية وهي تتولى إخراجها بالنيابة عنا أرزا، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا مال، هذا ولا تبرأ ذمتك، ما تبرأ ذمتك، ولا هؤلاء ما يهمهم أنهم، هؤلاء يجمعون هذه الأمور، وربما يروح العيد ويروح هذا وهي مكدسة لديهم ووجد هذا، أو الدراهم ما يشرون به، هذا تساهل وإهمال، وهذا بذمك، ما هي بذمة الجمعية، بذمك أنت لما تصل إلى مستحقها في يوم العيد. إذا تحب تبري ذمتك فلا بد أنك أنت اللي تولاها، سلمها للفقير، أو توكل واحد يشتريها ويسلمها للفقير في وقتها. أما يا جمعية دول هذه فلوس يشروا لي رز ووزعوه، الجمعية ما هي بواحد ولا اثنين، الجمعية هم موظفين وناس كثير، ولا همهم فطرك ولا فطرة فلان. نعم.